موقع أنا السلفي. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. لم تظهر الفاحشة، الفاحشة الزنا وما يتعلق به اللي شبهه، يعني المثلية، شذوذ بين الرجال وبعض، بين النساء وبعض، أطفال، عري، تبرج، قبلات وأحضان وأفلام ومسرحيات ومسلسلات. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. لما تبقى الفاحشة في العلن، يعني في العلن في التلفزيون، في السينما، في المسرح، في الصحف، في الجرايد، يعني الإعلام بينشرها وبيعود الناس عليها، هذه الفاحشة بكل درجاتها. الفاحشة درجات، القبلة بين رجل وست مش متجوزين فاحشة، أحضان فاحشة، اللبس العريان والمكشوف فاحشة، والشذوذ، وبينشروا اليومين دول ويقولوا فلان شاذ وهو يسكت على نفسه، وينشروا الموضوع علشان الموضوع ينتشر في كل بلاد الدنيا، والأفلام والمسرحيات والمسلسلات. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون، الأوبئة بكل أنواعها، وفشى فيهم الأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم، الأمراض الجديدة يعني.